مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، فريق مغربي يرد بطريقته على السلطات الجزائرية بعد احتجاز قميص نهضة بركانة بسبب تضمنه خريطة المملكة المغربية كاملة. وقرر فريق نهضة زمامرة خوض مباراته أمام الرجاء الرياضي برسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية اليوم بارتداء قميص يحمل خريطة المملكة المغربية تضامنا مع نهضة بركانة. هذا وأعلنت العديد من الأندية الوطنية تضامنها في وقت سابق مع الفريق البرتغالي بسبب التعسف الذي تعرض له من طرف السلطات الجزائرية بعد أن منعت هذه الأخيرة ممثل المغرب في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بارتداء قميص يحمل خريطة المملكة المغربية. ويذكر أن مباراة نهضة بركان واتحاد الجزائر ألغيت ولم تلعب في موعدها، والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8 مساء بسبب عدم توصل كتيبة معين الشعباني بقمصانها. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.